أزريون الحدائق، تعالج القروح المستعصية وجروح والدوالي الساقين وقروح الرقادية. نعم. وأيضا يعالج التشققات في اليدين والثديين، مفيد في هذه الحالة. وأيضا لمعالجة إصابة احتقان في القدمين في الشتاء، ففي هذه الحالات الثلاثة يتم معالجته بمرهم الأزريون الحدائق بعد خلطه مع زبدة الماعز، يعني دهن الماعز، وأيضا أزريون الحدائق، تخلطهما وينتج منهما مرهم تستخدمه في معالجة إصابات القروح وجروح ودوالي وتشققات في اليدين والثديين وإصابات في القدم في الشتاء، في يعني وقت البرد. نعم. ويستعمل صبغة الأزريون الحدائق لغسل الجروح وقروح. نعم. وأيضا استخدام مستحلب أزريون الحدائق لمعالجة الضعف الجنسي عند الذكور، عند الرجال يعني، وذلك عن طريق تناول أو شرب ملعقة صغيرة من المستحلب أزريون الحدائق. نعم. وتستطيع أيضا استخدام مستحلب لضعف الجنسي لدى الرجال ملعقة كبيرة كل ساعتين. الطريقة الثانية، تستطيع بأخذ ملعقة صغيرة أو بأخذ ملعقة كبيرة كل ساعتين للضعف الجنسي لدى الرجال. نعم. كما أن المستحلب أزريون الحدائق مفيدة للآلام الحيض ومدرر للحيض. نعم. وهكذا شرحت لكم باختصار فوائد أزريون الحدائق، وشكرا لكم.